ربما تعتبر يعني إيجابية في نهاية مرحلة الذهاب. إذن فريق المغرب الفاسي سيتقدم بعد المراتب في الترتيب العام في انتظار نهاية باقي مباريات الجولة 15، فيما الفريق الجيش الملكي ربما سيكون قد أضاع فرصة مهمة للمنافسة على لقب بطولة الخريف في انتظار باقي اطوار منافسه على البطوله الوطنيه في الشطر التالي للبطوله. مشاهدي الكرام، لكم تحيات كل الزملاء في الوحده المتنقله التي باشرت معكم هذا البث المباشر، ومن طاوله التعليق محدثكم صلاح الدين القشيري يحييكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.